دق الجرس الخافت على المكتب، وسمع السيد باركر بين صوت سكرتيرته تقول: هناك فتاة ترغب في مقابلتك، ولكن لم يسبق لها تحديد موعد معك. لا يهم، ادخليها من فضلك يا آنسة ليمون. ودخلت الفتاة وصافحها السيد بين ودعاها إلى الجلوس. كانت جميلة، صغيرة السن وشعرها أسود مموج، تبدو جذابة في معطفها الأبيض وجوربها الملون وحذائها الأنيق، لكنها كانت تحت تأثير توتر عصبي شديد. هل أنت السيد باركر بين؟ نعم. صاحب الإعلان؟ صاحب الإعلان. تقول إن الناس عندما يكونون تعساء يمكنهم الحضور إليك؟ نعم. حسنا، أنا تعيسة جدا، ولهذا جئت إليك لأرى ما تستطيع عمله. ولم يتكلم السيد بين، وانتظر أن تكمل الفتاة حديثها. وأضافت الفتاة بعد لحظة وهي تضغط يديها بشدة: أنا في ضائقة شديدة. هذا يبدو واضحا، هل تريدين أن تسردي لي ما يضيقك؟ كانت الفتاة مترددة وأخذت تنظر إلى السيد بين بإمعان وتفحص، ثم اندفعت في الكلام: أجل، سوف أحكي لك. لقد قررت أن أقول لك كل شيء. إن قلقي سوف يدفعني إلى الجنون. إني لا أعرف أين أذهب أو مع من أتكلم. حتى قرأت إعلانك في أول الأمر ظننته دعابة، ثم فكرت إنني لن أخسر شيئا بالمجيء إليك. يمكنني أن أنصرف بمجرد أن أحس أنني لا أثق بك. والآن هل تشعرين بأنني يمكن أن أكون محل ثقتك؟ قد يبدو لك هذا غريبا، لكنني شعرت لأول وهلة بأنني أثق بك حتى قبل أن أعرف أي شيء عنك. إنني متأكدة أنه يمكنني أن أثق بك. وأنا أستطيع أن أؤكد لك أن ثقتك في محلها. حسنا، سوف أقص عليك كل شيء. اسمي دافني سان جون. آنسة؟ لا، سيدة متزوجة. وأحس السيد بين بالحرج لأنه لم يلحظ دبلة الزواج في إصبعها واستطردت. لو لم أكن متزوجة لهان الأمر. إنه تفكيري في جيرالد زوجي، هنا أصل المشكلة. وأدخلت يدها في حقيبتها وأخرجت شيئا وألقت به على المكتب أمام السيد بين. كان خاتما من البلاتين محلى بماسة ثمينة. وتفحص السيد بين الخاتم بإمعان وقال: إنها ماسة فاخرة تساوي على الأقل 1000 جنيه. أجل، وهي مسروقة، أنا سرقتها ولا أدري ماذا أفعل. وانهارت الفتاة تبكي وتنجج: لا عليك، كل شيء سيسير على ما يرام. وجففت الفتاة دموعها: هل أنت متأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام؟ طبعا. الآن احكي لي قصتك من البداية. البداية كانت ضائقة مالية، أنا بطبعي مسرفة جدا، وهذا يضايق جيرالد كثيرا. إنه يكبرني بعدة سنوات وله أفكار محدودة، يكره جدا الديون. لم أستأذنه عندما ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى محل توكيت، وكنت متأكدة أن حظي سيسعفني في لعبة إيش مان دو فير. وفعلا كسبت في أول الأمر، ثم بدأت أخسر، فقررت أن أستمر وتوالت الخسارة. لم أستطع أن أقول لجيرالد، فهو يكره القمار، وكنت يومها في حالة شنيعة. وقد ذهبت إلى كوبهام عند آلي دورتمر، إنهم أغنياء جدا كما تعلم. زوجته ناعومي كانت زميلتي في المدرسة، صديقة عزيزة لي. وفي أثناء وجودي عندها انفصل الفص الألماس عن خاتمها، فطلبت مني عند عودتي إلى لندن أن أخذه إلى الصائغ في بوند ستريت. ها قد وصلنا إلى المشكلة، استمري يا سيدتي. أرجوك ألا تتفوه بكلمة عن هذا لأي مخلوق. إن أسرار عملائي مقدسة تماما. وعلى كل حال،
فإن باستطاعتي الآن أن أكمل القصة بدلا منك. أعرف هذا، أنا أكره نفسي لما حدث. ذهبت إلى بوند ستريت، هناك جواهري آخر يدعى فيرو، ماهر في تقليد المجوهرات. كنت أتصرف دون شعور، طلبت منه نسخة طبق الأصل من الخاتم. قلت أنني مسافرة إلى الخارج ولا أريد أن أخذ معي مجوهراتي الحقيقية. بدا له هذا أمرا طبيعيا، كانت النسخة المزيفة مطابقة إلى حد مدهش. فأرسلتها بالبريد إلى ليدي دورتمر. كان عندي صندوق صغير عليه اسم الجواهري، فلم ترتب في شيء. ثم رهنت الخاتم الحقيقي، ثم أخفت وجهها بين راحتيها وأخذت تبكي ثانية. بالله كيف استطعت أن أفعل هذا؟ كيف استطعت؟ وسعل السيد بين منبها، أظن أن القصة لم تنتهي بعد. لا، لم تنتهي. حدث هذا منذ 6 أسابيع. سددت كل ديوني، ومع ذلك كنت في منتهى التعاسة. ثم توفيت ابنة عم عجوز لي، وتركت لي مبلغا من المال، وأول شيء فكرت فيه هو أن أسترد الخاتم الملعون. ثم حدث شيء زاد الأمور تعقيدا. وما هو؟ لقد دب الخلاف بيننا وبين آل دورتمر، خلاف حول أسهم. كان دورتمر قد أقنع جيرالد بشرائها، وغضب جيرالد جدا وقال لدورتمر رأيه بكل صراحة. المشكلة الآن أنني لا أستطيع أن أعيد الخاتم. ألا يمكنك أن ترسليه إليها بخطاب مجهول؟ هذا سيفضح كل شيء، وسوف تكتشف الخاتم المزيفة وتدرك فورا ما فعلته. لقد قلت لي إنها صديقتك، لماذا لا تقولين لها الحقيقة وتدعين نفسك تحت رحمتها؟ هزت السيدة سان جون رأسها. إن صداقتنا لا تصل إلى هذا الحد، وفيما يختص بالمال أو المجوهرات فإن ناعومي لا تتهاون أبدا. قد تشكوني في المحاكم لو عرفت أمر الخاتم. سوف تخبر الدنيا كلها بما فعلته، وسيعرف زوجي جيرالد، ولن يغفر لي أبدا. إنه لموقف مروع. وبدأت تبكي مرة أخرى. لقد فكرت وفكرت ولم أجد حلا واحدا للمشكلة. هل تستطيع أن تفعل أي شيء من أجلي يا سيد بين؟ أشياء كثيرة. أصحيح هذا في استطاعتك؟ بالتأكيد، لقد اقترحت عليك أهون الطرق، لكنني مقدر تماما لاعتراضاتك. والآن هل يعرف أحد أي شيء عن الموضوع سواك؟ أنت فقط. أنا لا أدخل في الحسبان. إذن فسرك في أمان الآن. كل ما نحتاج إليه هو أن نبدل الخاتم دون أن نثير شبهة أحد. هذا ليس بالعسير، فقد يجب أن نفكر في أفضل الطرق. فقطعته قائلة، لكن ليس هناك وقت كاف، وهذا هو ما يدفعني إلى الجنون. فهي تنوي أن تعيد صياغة الخاتم. وكيف عرفت ذلك؟ بالصدفة، فقد كنت أتناول الغداء مع إحدى الصديقات منذ أيام، وأبديت إعجابي بخاتمها لأنه يضم زمردة كبيرة وجميلة. فأخبرتني صديقتي بأن ناومي دورتمر تنوي إعادة صياغة خاتمها على الطراز نفسه. هذا معناه أن علينا أن نتصرف بسرعة. نعم. وهذا يعني أن علينا أن ندخل المنزل بطريق مشروع إن أمكن. هل لديك اقتراحات يا سيدتي؟ تنوي ناومي إقامة حفلة ساهرة كبرى يوم الأربعاء، وقد ذكرت لي صديقتي أنها تبحث عن راقصات لتقديم بعض الاستعراضات. لا أظن أنها وجدت ضالتها بعد. يمكننا أن نعالج هذا الأمر، وإذا كانت قد اتفقت فعلا فذلك سيكلفنا أكثر. هذا كل ما في الأمر. والآن هل تعرفين مكان محول الكهرباء الرئيسي في المنزل؟ نعم أعرفه. ففي إحدى الليالي انطفأ النور الكهربائي بعد أن غادر المنزل جميع الخدم، وعالجنا الأمر بأنفسنا. إنه في صندوق خلف الصالة الكبرى، وطلب منها السيد بين أن ترسم له خريطة مبسطة ليحدد مكان المحول الكهربائي، ثم قال، والآن كل شيء سيسير على ما يرام. أرجوك ألا تقلقي. أما بخصوص الخاتم
فهل ترغبين في إعطاء الخاتم الآن أم تفضلين أن يبقى معك حتى يوم الأربعاء؟ ربما يستحسن أن أحتفظ به أنا. حسنا، فقد أرجو ألا تقلقي. وسألته الفتاة في حيها: وماذا بخصوص أجرك؟ يمكن إرجاء هذا في الوقت الحاضر، سأخبرك يوم الأربعاء بالمصاريف. أما الأجر فهو صوري فقط، فهو رمزي فقط. واصطحبها إلى الباب ثم دق جرس سكرتيرته: من فضلك أرسلي لي كلود ومادلين. كان كلود لوتريل من أجمل فتيان إنجلترا، كما كانت مادلين دي سارة من أحلى فاتناتها. حسنا يا أولادي، عندي مهمة لكما. سوف تصبحان من أشهر الراقصين العالميين لفترة ما، والآن اصغي إلي يا كلود وافهمني جيدا. كانت الليدي دورتيمر سعيدة جدا بترتيبات حفلها الساهر. أخذت تتفحص ترتيب الورد والزينات وتلقي بآخر تعليماتها للخدم وهي مغتبطة، لأن كل شيء يسير حسب رغباتها تماما. كانت قد تضايقت بعض الشيء عندما أخبروها تلفونيا بأن الراقصين مايكل وجوانيتا المشهورين لن يستطيع تقديم عرضهما عندها لأن جوانيتا أصيبت بالتواء في قدمها، لكنهم أكدوا لها أن الراقصين البديلين من أحسن الراقصين، وأن استعراضهما كان من أنجح الاستعراضات التي شاهدتها باريس. وما إن وصل الراقصان وشاهدتهما الليدي دورتيمر حتى تبددت كل الشكوك التي صاورتها، ومضت السهرة دون أن يكدرها شيء. كانت الاستعراضات جميلة، وبعدها بدأ الرقص، وطلب الراقص الجميل من الليدي دورتيمر أن تراقصه، وكان ماهرا جدا إلى درجة اعتقدت معها أنها لم تراقص في حياتها خيرا من هذا. أما زوجها فكان يبحث دون جدوى عن الراقصة الحسناء التي كانت قد اختبأت خلف الصالة الكبرى بجانب صندوق المحول الكهربائي وهي تنظر إلى ساعة معصمها بقلق. وكان كلود أو الراقص جول يضغط برفق على خصر الليدي دورتيمر ويهمس: لا يمكن أن تكوني إنجليزية، لا يمكن، خاصة وأنت ترقصين هكذا. وضغطها إليه أكثر، وفجأة انقطع النور الكهربائي، وفي الظلام انحنى كلود ليقبل يد الليدي دورتيمر الموضوعة على كتفه، فلما همت بسحبها أمسكها بيده ودفعها إلى شفتيه، وفي أثناء جذب يدها انزلق الخاتم من إصبعها في يده وعاد النور. وبدأ للليدي دورتيمر أن الأمر استغرق مجرد لحظة، وكان كلود يبتسم: خاتمك انزلق من إصبعك، فهل تسمحين لي؟ برقت عيناها وهو يعيد الخاتم إلى إصبعها، وعيناه مثبتتان على عينيها، وغمغم زوجها: أحد التافهين يريد أن يبدو ظريفا. أما الليدي دورتيمر فكانت في نشوة. وصل السيد باركر بين إلى مكتبه صباح الخميس ليجد السيدة سان جون في انتظاره، وسألته بشوق: ماذا تم؟ وأجابها السيد بين: تبدين شاحبة متعبة. لم أستطع النوم لحظة، كنت على أحر من الجمر. هي فاتورة الحساب، تذاكر القطار وخمسون جنيها لمايكل وجوانيتا، المجموع 65 جنيها و17 شرنا. ونظر إليها السيد بين بدهشة: يا سيدتي العزيزة، كل شيء تم على أحسن وجه، كنت أظن أنك تفهمين ذلك تماما. يا لحسن الحظ، كنت أخشى أن... لا يوجد مكان للفشل عندي، إذا كنت أشك في النجاح فأنا لا أقبل القضية منذ البداية، وقبولي لقضية معناه أن نجاحها أكيد. هل استعادت فعلا خاتمها دون أن تشك في شيء؟ ليس لديها أدنى شك، فقد تمت العملية بكل بساطة. وتنهدت دافني سان جون: لقد انزح حمل ثقيل عن قلبي، وكم بلغت المصروفات؟ 65 جنيها و17 شلنا. وأخرجت السيدة سان جون النقود
وأعطتها له وسلمها السيد بين إيصالا بها. وماذا عن أجرك أنت؟ هذا المبلغ يغطي المصروفات فقط. في هذه القضية بالذات لن أتقاضى أي أجر. مستحيل يا سيد بين، لا يمكن أبدا. لا فائدة يا سيدتي العزيزة، لا أستطيع أن أتقاضى أي أجر، إنه ضد مبادئي. ها هو إيصالك والآن. وابتسم بخبث وهو يخرج علبة صغيرة من جيبه ويدفعها فوق المكتب ناحيتها. وفتحت دافنيا العلبة ووجدت النسخة المشابهة للخاتم بداخلها، ونظرت دافني إلى الخاتم وهي تقطب وجهها بدلال. أيها الوغد، إنني أمقتك، أتمنى أن ألقي بك من النافذة. يحسن بك ألا تفعلي، وإلا اندهش المرة. وسألته دافني، هل أنت متأكد أنه ليس الخاتم الحقيقي؟ طبعا، الخاتم الذي أعطيته إياي، الخاتم الذي أعطيته إياي موجود الآن في إصبع ليدي دورتمر. فضحكت في سعادة. إذن فكل شيء على ما يرام. وعاد السيد باركر بين يقول، لكن الغريب أنك سألتني هذا السؤال. إن كلود المسكين يفتقر تماما إلى الذكاء، ومن الجائز أن يكون قد ارتبك والتبس عليه الأمر. لذا عرضت الخاتم على أحد الخبراء هذا الصباح. وانتبهت السيدة سان جون في جلستها وبان عليها الغضب. حقا؟ وماذا قال؟ قال إن الخاتم تقليد مدهش، تزييف من الدرجة الأولى، وهذا طبعا يهدئ من خاطرك. وبدأ على السيدة سان جون أنها ستقول شيئا، لكنها عدلت وجلست تحدق إلى السيد باركر بين. وقال لها بين بهدوء، هذا الدور دور مخلب القط. لا أعتقد أنني أريد لأي من الذين يعملون معي أن يقوموا به. هل أقص عليك قصة صغيرة؟ حسنا، القصة تتعلق بفتاة صغيرة وجميلة، ليست متزوجة، اسمها ليس سان جون وليس دافني أيضا، اسمها الحقيقي أرنستين ريتشاردز. وإلى وقت قريب كانت تعمل سكرتيرة عند الليدي دورتمر، وفي أحد الأيام انفصل الفص الألماس عن خاتم الليدي، فطلبت من الآنسة ريتشاردز سكرتيرتها أن تأخذه إلى المدينة لإصلاحه. أظن إلى هذه النقطة أن القصة متشابهة تماما لقصتك. وطرأت للآنسة ريتشارد الفكرة نفسها التي روضتك أنت، لكنها كانت فتاة بعيدة النظر، فأدركت أنه في يوم ما ستكتشف الليدي دورتمر حقيقة الخاتم، وستدرك عندئذ من الذي قام باستبداله. فماذا حدث؟ غيرت الفتاة من لوني وطريقة تصفيف شعرها وحضرت إلي، أرتني الخاتم حتى أتأكد أنه حقيقي وتزول أي شكوك قد تراودني. وبعد أن اتفقنا على خطة استبدال الخاتم، أخذت الفتاة الخاتم الحقيقي إلى الجواهري الذي أعاده بدوره إلى الليدي دورتمر. وأمس مساء تسلمت الخاتم الآخر المزيف عند محطة واترلو، وكانت الآنسة ريتشاردز تعتقد أن السيد لوتريل لا يعرف شيئا عن الأحجار الثمينة. لكن لمجرد رغبتي في أن أطمئن نفسي على أن كل شيء على ما يرام، طلبت من أحد أصدقائي وهو خبير بالجواهر أن يستقل القطار نفسه مع لوتريل ويفحص الخاتم في أثناء الرحلة. وبمجرد نظرة واحدة أنبأني أن هذه الجوهرة ليست حقيقية وأنها تقليد رائع. هل أدركت الهدف الآن يا سيدتي؟ عندما تكتشف الليدي دورتمر حقيقة الخاتم المزيف، سوف تتذكر الراقص الجذاب الذي خلع الخاتم من إصبعها في أثناء فترة الظلام، وسوف تستقصي الأمر وتعلم أن الراقصين الأصليين قد دفع لهم مبلغا من المال لقاء عدم الحضور. ثم يصل الأمر في النهاية إلى مكتبي، وعندئذ تبدو قصتي عن المدعوة السيدة سان جون في منتهى الضعف، قصة واهية تماما. هل تدركين الآن لماذا لم أقبل أي أجر منك؟ أنا أعد الناس بالسعادة،
ولكنني قطعا لا آتك بالسعادة التي تنشدينها. لكن أريد أن أقول لك شيئا واحدا، أنت صغيرة السن، وربما كانت هذه أول محاولة لك من هذا القبيل. أما أنا فعندي الكثير من الخبرة في أمور الإحصائيات، وأستطيع أن أؤكد لك أن 87%، تصوري 87% من محاولات الاحتيال تبوء بالفشل. فكري جيدا في هذا. وهبت الفتاة واقفة. أيها الوغد اللئيم، تستدرجني وتسخر مني حتى أنك طلبت مني أن أدفع المصاريف وطيلة الوقت وأنا معتقدة أن... واختنق صوتها وبدأ تهرول ناحية الباب، وصاح بها السيد بين: الخاتم، لقد نسيتيه. واختطفت الخاتم من يده وطوحت به من النافذة المفتوحة وخرجت مسرعة وصفقت الباب خلفها بشدة. تمت بحمد الله.